السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم. حلقة خاصة النهاردة، حلقة خاصة واستثنائية مع الكابتن سمير زاهر، أنجح من رأس اتحاد الكرة. أسئلة كتيرة جدا للكابتن سمير زاهر، هل ينوي الترشح مجددا لاتحاد الكرة؟ يعني الحقيقة هتكون إجابات قوية، ومحضرين أسئلة غريبة وعجيبة النهاردة للكابتن سمير زاهر يجيب عنها في الجزء الثاني إن شاء الله بعد دقائق. كابتن سمير وأسئلة محيرة الناس كلها، كابتن سمير ناوي على إيه؟ بيفكر في إنجازات المجلس السابق، إخفاقات المجلس السابق، إنجازات المجلس الحالي، إخفاقات المجلس الحالي، إيه اللي مزعل الناس منه وإيه اللي مزعله من الناس؟ كلها إن شاء الله بإذن الله بعد دقائق هتكون معانا إجابات. وهنروح سريعا قبل ما نتكلم في موضوع الموسم، وهو عودة الجمهور للمدرجات من جديد، جمهور الأهلي والزمالك، المصري والاتحاد السكندري، الإسماعيلي، كله يستعد، كله يستعد لدخلاته، ولكن هناك شروط على الجمهور إن هو يعني يستوعب الدرس، وعلى الجمهور إن هو يستوعب إن دي الفرصة الأخيرة. نروح سريعا مع ياسر عاصم مخرجنا لأهم عناويننا ونرجع لكم تاني. البداية الأفريقية بدون القطبين، مزاد محلي على مؤمن زكريا، خناقة في اللجنة الأولمبية، الكابتن سمير زاهر في ضيافة الملاعب اليوم. زي ما قلت لكم عودة الجمهور خلاص بقت حتمية، الموضوع انتهى. صاحب الفضل أو صاحب الرهان امبارح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مجهود كبير منه، والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الحقيقة مجهودات كبيرة جدا. ولا ننسى إن هم ما كانوش في الصورة امبارح، المستشار مرتضى منصور والمهندس محمود طاهر، كل منهم الحقيقة كان ليه دور كبير في عودة الجمهور. ولكن احنا كده طبيعتنا كده، الناس امبارح عشان الصورة ما فيهاش مرتضى منصور ومحمود طاهر امبارح، فحسوا الناس ان هم مش موجودين في الصورة. لا، كان ليهم دور كبير جدا في رجوع الجمهور، وعملوا اجتماعات الحقيقة كبيرة جدا. ولكن التفنيشة امبارح كانت في وجود المهندس خالد عبد العزيز، استاذ جمال علام، والسيد وزير الداخلية. هنتكلم في الموضوع بالتفصيل، وهنتكلم طالبين ايه من الجمهور، ولكن بعد الفاصل. زي ما قلت لكم موضوع الجمهور ان شاء الله باذن الله انتهى، الجمهور لازم يحس ان دي الفرصه الاخيره، خلاص اخر نفس، يا تخليهم ال 5000 10000 20000 30000 يا بخ تبقى المدرجات فاضيه. الكوره دلوقتي هيبقى في ملعب الجمهور، على الجميع ان هو يلتزم، نساعد الداخليه شويه، نساعد مجموعه الوزراء دي، الناس المحترمه اللي واقفه في ظهر البلد، اللي دايما عايزه تحديات، اللي بتتقبل الصعاب، اللي عايزه تشوف البلد في احسن صوره. احنا كمان بقى يبقى عندنا دم شويه، يبقى عايزين نشوفها بقى في احسن صوره، نقول لبقى وزير الداخليه احنا هو المسؤولين، مديرين الامن، حقيقه ناس محترمه ولهم كل الاحترام، والسيد وزير الداخليه والسيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، يعني خلاص الكوره بقت معانا بقى، احنا بقى نفرج الناس. نروح سريعا لاستبعاد الاهلي والزمالك من الدور التمهيدي لدوري الابطال والكونفدراليه. الاهلي بيستبعد من الادوار التمهيديه لدوري الابطال، وفي سبع فرق ايضا بيستبعدوا، هو وفاء ستيف حامل اللقب، والاهلي، مازيمبي الكونغولي، القطن الكاميروني، ولوبارز، والترجي التونسي، والصفاقس التونسي. وضعت لورا فريق سموحه وجها لوجه مع فريق اهلي طرابلس الليبي. كما استبعد الكاف الزمالك من الادوار التمهيديه للكونفدراليه، وضعت القرعه فريق بتروجيت في مواجهه الغزاله السوداني. كل التوفيق ان شاء الله للكابتن رمضان السيد في الكونفدراليه مع الزمالك. مباراه الاياب 27 28 فبراير، 1 مارس، مباراه الذهاب 13 14 15 فبراير. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للفرق المصريه، ام بي سموحه، بتروجيت، الاهلي، الزمالك في المشاركات الافريقيه. أهم مباريات الدور التمهيدي، سموحة مصر، أهلي طرابلس ليبيا، اتحاد العاصمة الجزائر. أنا مش شايف والله. بطل تشاد، الهلال السوداني، وكمكم زنزبار، المغرب التطواني، بطل مالي، الرجاء المغربي، بطل الكونغو، سيو سبورت، بطل غانا، وبطل تنزانيا مع المريخ السوداني.
أهم مباراه الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. تمام. أيضا اتحاد الكورة يعني بيجتمع بالأربع أندية في الجبلاية. نشوف الأول برضو الكونفدرالية سريعا. ماشي مع 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 ياسر سريعا. ماشي. دي قرعة كأس كونفدرالية 2015. الفرق التي تشارك في الدور التمهيدي: الزمالك، أسك ساحل العاج، فيتا كلوب، جمهورية الكونغو، أورلاندو أفريقيا، أهلي شندي السودان، النادي الأفريقي التونسي، والنجم الساحلي تونس، والفتح الرباطي المغرب. دي الفرق التي لا تشارك في الدور التمهيدي. 56 فريق سيشاركون في الدور التمهيدي. مباراة الذهاب 13 14 15 فبراير، مباراة الإياب 27 28 فبراير 1 مارس. أهم مباراة الكونفدرالية: بتروجيت مصر، غزالة جنوب السودان، الاتحاد ليبيا، بطل تشاد، مولودية الجزائر مع بطل نيجيريا. تمام. والجبلية بتجتمع بالأربع أندية اللي هيشاركوا في البطولة الأفريقية للتنسيق معهم، والحاج محمود الشامي والأستاذ إيهاب لهيطة ممثلين جبلية داخل لجنة الأندية بيوجهوا الدعوة لجنة الأندية من أجل حضور الاجتماع والتنسيق حول قرار وزير الداخلية أيضا بعودة الجمهور. وأعتقد الاجتماع ده هيكون يوم الأربعاء. والأهلي بيواجه المصري 3 يناير بالجونة بدون جمهور. احنا اتفقنا ان الدور الاول النادي اللي هتلعبه من الأندية الجماهيرية من غير جمهور هتلعب الدور الثاني من غير جمهور. حتى الكلام ده حتى لو الكلام ده على الأندية الجماهيرية بس، أهلي وزمالك الماتش الاولاني اعتقد ان شاء الله باذن الله ان هو هيكون بجمهور. الزمالك بيعرض 6 ملايين جنيه لضم مؤمن وتسويه عوض. خبر قدامي بيقول الزمالك، ودي معلومات كواليس مؤكده، ان الزمالك بيعرض 6 مليون جنيه بفلوس اسلام عوض، يعني في 3 مليون 750 اسلام عوض والباقي مؤمن زكريا. المعلومات اللي عندي ان نادي انبي عايز 9 مليون 750 الف جنيه لانه عايز 6 مليون في مؤمن صافي شاكب راكب كده زي ما بيقولوا، عايز الباقي فلوس نور السيد لان هو اصلا جاي له عرض ب 5 مليون جنيه من ناديين في مصر. توقعاتنا ما يبقى الناديين دول ما يدفعش 5 مليون غير اثنين، يا محمود طاهر في الاهلي يا ماجد سامي في وادي دجله. وادي دجله ابتدينا نسمع اسمه في اكتر من صفقه، سمعناها برضو في جون انتوي، وسمعنا ان هو حاطط 2 مليون دولار. 2 مليون دولار ده من بق العميد محمد ابو سود على الهوا معانا. 2 مليون دولار جون انتوي، يعني يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. باسم يغيب على الاهلي 3 اسابيع لا تمزق في الخلفيه. الاهلي الحقيقه مش قادر يلحق نفسه من الاصابات، ولكن باسم الحقيقه بيأدي بشكل كويس جدا في الاهلي، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كل التوفيق. سموحه هيحصل على توقيع نور السيد في فتره الانتقالات الشتويه. ايضا امبي بيقول ان هو فاوض نور السيد ان هو ينتقل له واخد توقيعه، ونور السيد دلوقتي في المغرب بيخلص نفسه عشان يبقى فري. جهاز الطلائع بيجمد عرفة السيد بسبب الاهلي. برضو من كواليسنا ومعلوماتنا ان كابتن طلعت يوسف قال له انت مش مركز معايا، خليك بقى انت مركز مع مفاوضات الاهلي اللي هو سمع عنها. والحديث ده اصلا برضو حصل مع محمود فتح الله نجم نادي الزمالك اللي بيتعاقد مع نادي في الكويت. صلاحيات واسعة لمكيدة في المصري، بنتمنى له كل التوفيق، ولكن على جمهور المصري العظيم والمحترم ان يهدى شوية، يهدى شوية على مجلس الإدارة، يهدى شوية على الفرقة. الناس لازم يبقى عندها وعي، الفرقة بتأدي بشكل جيد في المركز، برضو مش في مركز مش وحش، عندها عدد بناط مش وحش. النهاردة أي 3 بونت أو 6 بونت يعدل شكل المصري بشكل كبير، فالضغوط الحقيقة هتضر بالفريق. زي كده ما عاش فيها الكابتن طارق يحيى، ضغط 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 ضغط، ولا الفرقه قدرت تستحمل ولا الراجل قدر يستحمل، وفي النهايه الخسران هو النادي زي ما يكون الجمهور بيضر نفسه. الوزير بيناقش ببرامج الاتحادات استعدادا للاولمبياد. النهارده كان في اجتماع المهندس خالد عبد العزيز زي ما انتم شايفين في اللقطه مع مجموعه من الاتحادات اللي راحه الاولمبياد، وده ده اللي هو سامح مباشر
رئيس اتحاد الجودو اللي احنا شايفينه في الصوره وعضو اللجنه الاولمبيه الدوليه. معانا برضو تقرير، وكان في برضو خناقه وخلاف ما بين الدكتور عبد العزيز غنيم عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه الدوليه ورئيس اتحاد الملاكمه. طيب نروح سريعا لتقرير وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز ونرجع لكم تاني. هل ستعقد اجتماع مع السيد عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي بشان حل ازمه مباراه مصر وغانا؟ لا والله ما فيش اي ترتيب لهذا اللقاء، انما اذا طلب مني هذا مش هتاخر طبعا، لان اي فلوس هتيجي لاتحاد الكوره هي توفير للفلوس لينا، لان هو كده يقدر يعتمد على نفسه اكتر. لو حابين نطمن جماهير الكره المصريه بشان عودتهم هتقول لهم ايه النهارده؟ هقول لهم ان شاء الله هم اللي كانوا اصحاب يعني العامل الاول في عودتهم. الاداء اللي ادوه الحقيقه في المدرجات في مباراه مصر وتونس وبوتسوانا والسنغال وكمان مباراه النادي الاهلي وسيوي سبورت في نهائي الكونفدراليه هو اللي شجع جدا عوده الجماهير. ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر فبراير هيكون الجماهير بترجع للمباريات اللي احنا اتفقنا عليها. بالتاكيد المشير عبد الفتاح السيسي كان ليه دور كبير جدا في عوده الجماهير مره ثانيه. الحقيقه سياده الرئيس اشاد يعني بسلوك الجماهير في مباراه الاهلي وسيوي سبورت. الاستاد كان فيه اكتر من 40,000 والمباراه فضلت لغايه اخر ثانيه متعلقه، ومع ذلك الجمهور كان بيشجع بمنتهى الالتزام والاحترام. ثم النادي الاهلي ربنا اكرمه وفاز بالبطوله والجماهير خرجت في سلام، ما اتكسرتش يعني حتى فرع شجر ما اتكسرش. احنا كلنا محتاجين الجماهير ترجع في المدرجات، كلنا مش مبسوطين بشكل المدرجات كده وهي فاضيه، واحنا عندنا دلوقتي دوري قوي وعندنا 20 فريق بينافسوا بعض، ما تبقاش عارف مين هيكسب مين. لو الجماهير رجعت في ظل الدوري القوي ده ال 20 نادي مجموعه واحده هيبقى عندنا دوري من اجمل الدوريات اللي موجوده في العالم او في المنطقه. فبقول للناس نتساعد مع بعض كلنا شويه شويه لغايه ما الجماهير ترجع ونرجع تاني نشوف 40,000 و50,000 في الاستاد، وده بيشجع الفريق ده وده بيشجع الفريق ده، ومش بس في الاستاد، على مستوى ال 27 محافظه. اخيرا رايك في شكل المنافسه والمنافسه الحاميه ما بين الاهلي وانبي والزمالك؟ دائما المنافسه بتبقى بين يعني الاهلي والزمالك، ودايما في فريق سواء الاسماعيلي او انبي. انا شايف النهارده انه الثلاث فرق قريبين جدا من بعض، اعتقد المنافسه هتستمر شويه، لان كمان المباريات الجايه الزمالك عنده مباراه مع انبي، ثم بعديها الاهلي هيلعب مع انبي، ثم بعديها الاهلي هيلعب مع الزمالك، فلسه الثلاث مباريات دول ما لعبوش مع بعض. فانا اعتقد ان نتيجه الثلاث لقاءات دول هيكون ليهم تاثير كبير قوي في مين اللي يتقدم للدوري. السيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، الصحفيين بيدخلوا نادي الزمالك، ما فيش اي مشكله، ما فيش ولا صحفي تم منعه. اذا كان في بعض الاعداد بنراجعها في وزاره الشباب والرياضه، لكن الحمد لله ما فيش اي يعني عضوات فيها مخالفه ماليه موضوع، وبعتنا جواب كده للسيد رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. احنا دلوقتي بتشوف النسبه المئويه، بتتراجع النسبه المئويه بتاعتنا، لكن دي ما فيهاش مخالفه ماليه، دي حتى لو فيها مخالفه تبقى مخالفه اداريه. يعني الحقيقه المهندس خالد عبد العزيز معلم اسطى، يعني حقيقه بمنتهى الصراحه كده، يعني بيعرف ازاي يكلم الجمهور، عرف يكلم الجمهور، عرف يظبط القصه، عرف يطلع الجمهور بشكل عامل ازاي، عرف يبعت الرساله بتاعت سياده الرئيس بشكل قوي، وفي النهايه خالص عرف يفنش الموضوع او علاقته بالصحفيين في ازمه نادي الزمالك، وقال ان هو بعت جواب رسمي لنادي الزمالك بيقول للمستشار مرتضى منصور ان الوضع تمام، الناس دي ترجع، وحتى الاعداد لو طلعت زياده فدي مش مخالفه ماليه، دي مخالفه اداريه. يعني اعتقد في المقصات شغل عالي جدا الحقيقه، بنوجه له كل التحيه لان هو بيحل في هدوء ونفس هادي. نروح بقى للدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمه ونشوف ايه المشكله مع اللجنه الاولمبيه ونرجع لكم تاني. حقيقة الخلاف مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية؟ أنا ما عنديش خلاف مع المستشار خالد زين. أنا فوجئت إن المستشار خالد زين بصفته رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بيبعت شكوى ضد اللائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للملاكمة، والمعتمدة من الاتحاد الدولي والمعتمدة من الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد، وتم الشغل على هذه اللائحة بناء على خارطة الطريق اللي اتعملت في مارس 2013، واحنا ماشيين عليها إن كل اتحاد بيعمل اللائحة بتاعته وتم التنفيذ واحنا مشينا. فوجئت بالمستشار خالد بعد شكوى ان هذه اللائحه فيها عوار وسرق سرقه دور اللجنه الاولمبيه وما فيش سلطه للجنه الاولمبيه على الاتحادات، فطبعا كل دوت هو المخالف للميثاق الاولمبي. رد عليه طبعا الاتحاد الدولي قال له
ان لائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري للملاكمه مطابقه تماما للميثاق الاولمبي، مطابقه تماما للقواعد الدوليه والنظم الدوليه للاتحاد الدولي، وليس للجنه الاولمبيه اي دخل. هي دي بقى الحته اللي وجعتني يعني، ليس للجنه الاولمبيه اي دخل على الاتحاد المصري للملاكمه لانه مطبق القواعد الدوليه. المشكله الاكبر ان المستشار خالد لما بعت هذه الشكوى بعت يشتكي، هو بيتخانق وبيشتكي الاتحاد المصري او لائحه الاتحاد المصري، وبيشتكي رئيس الاتحاد الدولي، لان رئيس الاتحاد الدولي ده الدكتور فو عضو اللجنه الاولمبيه الدوليه وعضو المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه، يعني هو من 15 اللي بيحكموا الرياضه في العالم. فلما يبعت له يقول له انت اعتمدت لائحه غير مطابقه للتقاليد الدوليه وغير مطابقه للميثاق الاولمبي، يعني هو بيشتكي، هو مش بيشتكينا احنا. هل اعتراضك على بعض القرارات اثناء اجتماعات اللجنه الاولمبيه المصريه كان السبب الرئيسي في توسيع هذا الخلاف؟ ايوه فهم. ايوه هو اي حد يقول له لا دي بتبقى النتيجه يعني. للاسف المستشار خالد يعني عشت عمري 25 سنه ويعرف قد ايه ان انا اقرب واحد ليه، لما يعمل معانا كده ما يعمل ايه مع الاخرين؟ لمجرد ان انا اعترضت، لو مش ممكن يعني احنا لينا شخصيات مستقله، لينا شخصيات اعتباريه، احنا لما انضمينا على بعض عشان نعمل مجلس اداره اللجنه الاولمبيه فعلا احنا اخترنا بعض مجموعه ضخمه فخمه عالية المستوى من الرؤساء الاتحادات الرياضية، لان عايزين نخدم الرياض. احنا بقى لنا سنتين في اللجنة الاولمبية ما بنعملش حاجة غير بنتخانق مع الوزراء. الخلافات دي هتأدي بينا على فين، خاصة واحنا داخلين على مرحلة مهمة وهي الاستعدادات لدورة الالعاب الاولمبية القادمة؟ والله اساله هو، اسال المستشار خالد، لان انا بقى لنا 3 ايام انا متفرغ لهذا الموضوع وسبت شغلي في الاتحاد وعمال ارد على الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي مستاء جدا من هذا التصرف، لان الراجل رئيس الاتحاد الدولي بيقول لي يعني هو بيتهمنا انا، يعني بيتهم رئيس الاتحاد الدولي انه مخالف الميثاق الاولمبي، مش بيتهم الاتحاد المصري، هو كده اتهم الاتحاد الدولي انه مخالف الميثاق الاولمبي، ورئيس الاتحاد الدولي عضو اللجنه الاولمبيه الدوليه وعضو المكتب التنفيذي. يعني معنى الكلام ده ان انت الدليل على كده ان رئيس الاتحاد الدولي ما ردش عليه، خلى احد موظفي الاتحاد رد عليه، ودي بحد ذاتها انا شايفها عيب يعني. بس مش انا ما اعرفش اساسا ليه المستشار خالد عمل كده. ليه رفض المستشار خالد زين حضوركم النهارده للاجتماع مع وزير الشباب والرياضه؟ لا ما حدش بلغني الكلام ده ولا كلمني ولا حد يقدر يقول لي روح او ما تروحش، ما حدش يقدر ابدا يقول لي روح او ما تروحش. ما هي دي نقطه الخلاف بيني وبين كثير من البشر، ان انا ما يتقاليش روح وما يتقاليش ما تروحش، ما يتقاليش قول اه وما يتقاليش قول لا، ما هي دي نقطه الخلاف بيني وبين كثير من الناس. انما المستشار خالد مش انا نفسي اساله انت ليه عملت كده؟ شكرا للزميل احمد المسيري على التقرير ده مع الدكتور عبد العزيز غنيم. طبعا حق الرد مكفول للمستشار خالد زين، ولكن حال الرياضه المصريه صعب صعب زي ما انتم شايفين، ده حال اللجنه الاولمبيه المصريه او خلافات عبر الشاشات، كل واحد منهم رمز من رموز لعبته ورمز من رموز الرياضه في مصر، ولكن الاختلاف وصل لمرحله يعني كبيره، اما رمزين زي دول يختلفوا على قواعد او لوائح وانشأت في الآخر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أو رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، تبقى الرياضة المصرية ظروفها صعبة جدا. ودايما وأبدا أنا اللي بكرهه أو بعترض عليه إن إحنا دايما نطلع غسرنا أو ننشر غسلنا برة، المفروض إن إحنا كلنا نبقى إيد واحدة، أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، هو ده المثل اللي دايما لازم نمشي بيه. كده خلصنا أخبارنا، نطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق وأنجح من ترأس اتحاد الكرة وأكثر من حصل على لقب أو على بطولات في تاريخ كرة القدم. الكابتن سمير زاهر أسئلة كثيرة جدا وإجابات كثيرة جدا، أنا أسأل والكابتن سمير يجاوب، ولكن بعد الفاصل.
ظن الكثيرون أن صوت وضحكة سمير زاهر أشهر من تولى رئاسة اتحاد الكرة في السنوات الماضية لم تعد بنفس درجة القوة والحدة كما كانت من قبل، وأن اسمه لن يتردد من جديد في قلعة الجبلية أو في صالونات القنوات الفضائية المختلفة. وكان رد ضيفنا بإعلان ترشحه لرئاسة الجبلية مجددا بمثابة المفاجأة لكل من حوله ابتداء من أسرته ووصولا إلى الأهلي والأصدقاء والمراقبين، وبمثابة الصدمة لبعض الشخصيات المحيطة به سواء في اتحاد الكرة أو في الأندية أو في قائمة الطامعين في كراسي الحكم الكروي في مصر. لم يهنأ سمير زاهر بالراحة بعد إعلانه الأخير، وصار في مرمى النيران وانتقادات واتهامات الجميع من حوله، تارة يقحمه البعض في مشاكل وملفات قديمة، وأخرى يشير البعض إلى العراقيل والصعوبات التي تحول دون عودته لكرسي الجبلية الكبير. ولما لا، وهناك من لا يروق له عودة زاهر أو من معه للجلوس على كراسي الإدارة بأي حال من الأحوال، كما تزامن إعلانه مع بعض الأنباء والتقارير التي أفادت خوض أكثر من شخصية كروية لانتخابات الجبلية المقبلة، ومنهم هاني بوريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد الأسبق، وحازم الهواري أحد أعضاء ومسؤول الاتحاد على مدار سنوات طويلة. ترى كيف ستنتهي المعركة الكلامية القائمة بين زاهر ومن لا يريد له العودة؟ وهل سيكمل ضيفنا مشواره في طريق العودة إلى شارع الجبلية؟ أم أن المشوار صار ثقيلا وصعبا عليها؟ إنما أتمنى الهداية لكل الناس. واضح ان بداية سخنة، ولكن هنشوف ان كانت سخنة ولا هادية. كابتن سمير زاهر مشرفنا ومنورت. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. مية مية. متخانق مع مين يا كابتن؟ وزعل مين؟ ومين مزعلك؟ انا مش زعلان من حد، بس انا يعني بصفتي راجل عندي خبرة كبيرة جدا في كرة القدم، فبأسأل عن السلبيات وعلى الايجابيات وكيف يمكن ان نحول السلبيات الى ايجابيات. طبعا الكلام ده ممكن يبسط ناس وما يبسطش ناس. فانا شايف ان الفتره اللي فاتت الحقيقه اتحاد الكوره اللي هو كان منتخب يعني بتقيس اداء الاتحاد منين؟ بالنتائج. نتائج بالمواجهات بالصراعات بالهجوم الاعلامي الهجوم الانديه، كل الكلام ده بتقيس بيه مدى نجاح الاتحاد. فأنا شايف إن الاتحاد محتاج حاجات كتيرة جدا، لأن هو فاضل له سنتين، فالسنتين دول لازم يكملوا، فعشان يكملوا لازم نحط إيدنا على نقاط الضعف ونحولها إلى إيجابيات، وما أكثرها اللي هنتكلم فيها دلوقتي. مين مزعلك يا كابتن؟ مزعلني أنا؟ محدش مزعلني، لأ محدش مزعلني خالص والله. كل الخناقات اللي انت فيها دي محدش مزعلك؟ لا والله انا عمري ما زعلت، على فكره دي ميزه برضه من ميز ان انا عمري ما زعلت من حد في مجال كره القدم. هجمت قد كده واحرزت بطوله، هجمت تاني يعني اخدت 98 انا ومجلسي يعني في 98 بتاعه الجوهر، وبعدين 2006 و8 و10 مع حسن شحاته، وبرضه بتتهاجم من كل الناس وانجاز البث الفضائي مع متحد شلبي وشوبير معايا وانجاز غير مسبوق، الرعايه الملابس بتاعت بوما، كل الكلام ده الحقيقه يمكن نتيجه خبرات كتيره وحطينا ايدينا على مشاكل كتيره والناس كلها الكره ما بتكسب يا سيف، الناس بتفرح يعني. في ناس في الدرجه الثالثه ما بيروحش يشتري رغيف العيش بس بيشتري تذكره درجه ثالثه، انا شفتهم دول. فكون ان الكره بتفرح الناس فلازم احنا كمان نأديها باداء يتناسب مع فرحه الناس اللي هي بتقف مع منتخب مصر. يعني كابتن انا اسف من السؤال الجاي ده، ولكن انتوا اصحاب انجازات كبيره جدا، اسامي كبيره، حضرتك كابتن احمد شوبير، كابتن هاني بوريدا، مجدي عبد الغني، ايمن يونس، يعني لا خلافات على البطولات وعلى الانجازات. أكيد. ليه دايما بتتخانقوا مع بعض؟ ليه دايما مقطعين بعض؟ ليه دايما خصوصا الفتره الاخيره حضرتك والكابتن احمد شوبير وتتخانقوا وتتصالحوا والمشهد بيبقى صعب قدام الناس؟ يا ريت تتخانقوا انتوا وتعملوا نتيجه. يعني يا ريت ان المجلس اللي انتوا فيه ده يتخانق
وبيبقى النتائج كويسه. يعني دي حضرتك نصيحه ان الناس لازم تتخانق؟ لا مش تتخانق، انصح الناس ان كل واحد يقول رايه ويبقى فيه هارموني، فيه انسجام بين الناس. يعني مش معقول ان كل واحد يقول حاجه والناس، يعني انت راجل، يعني حضرتك حاططها في اختلاف، دي اختلاف وجهات النظر وليس خناقه. اكيد في اختلاف وجهات النظر على طول. انا رئست الاتحاد 3 مرات، 98 و2005 و2008. في اختلاف وجهات نظر هنا، وفي اختلاف وجهات نظر هنا، وفي اختلاف وجهات نظر هنا كتير. وبس المهم في النهايه ان كيف يمكن ان تسيطر على مجلسك. في النهايه تسيطر على مجلسك، وكمان مش تسيطر على مجلسك بس، وتحقق انجازات. كنت مسيطر عليه ازاي يا كابتن؟ وقالوا ان حضرتك كنت ديكتاتور. لا بالعكس، انا طب والله كويس ان انا ديكتاتور، انا فرحت جدا. لا كابتن، دي ده 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 الجميع متفق على كده، يعني الجميع متفق ان في عهد الكابتن سمير زاهر، الكابتن سمير زاهر بيضرب حضرتك المسح، يعني قلما ما ياخد راي حد. لا وحاجه تحسب لحضرتك في الاخر بتنجح. لا في الحقيقه انا باخد راي المجلس، لازم اخد راي المجلس، ولكن شايف ان انا في النهايه انا شايف الاصلح للمجلس فين. ليه انا كنت متحدث رسمي باسم المجلس، تمام، في ايدي في النار. اما حسن شحاته اخذ البطولات كنت انا المشرف، واخد بالك، وقعد معاه ليل ونهار، وخلي حسن شحاته الملعب ملوش دعوه باي حاجه تانية، انا موجود. فحاسس بنبض الحياه الكرويه في الاتحاد. والله يا ما اختلفت مع اعضاء في مجلس الاداره، اختلفت. بس في النهايه اجي ايه بالليل نقعد نتعشى في حته مع بعض. ياخد بالك، واتمنى انكم تعملوا كده. انتوا مشهورين بكده يا كابتن. يعني احنا بنعمل كده والله، حته العشاء دي احنا ماشيين فيها كويس. لا والغدا لا دي ما بنشوفهاش. لا انا قصدي ايه القعده البرانيه اللي انا بقول عليها دي، بتلم الناس، يبقى في هارموني، وده بيقول وده بيقول، لان الترابيزه كلها متشنجه. كل واحد متشنج على الترابيزه على طول. يا كابتن ترابيزه اتحاد الكوره متشنجه على طول. لا معايا فيه وفي، انما انتوا بالنسبه لكم يعني انا قعدت مع اعضاء مجلس اداره كتير في الاتحاد كتير قوي، وكلموني كتير قوي، ولقيت ان كل واحد زعلان من اللي وصل له. يعني اتحاد الكوره وصل لحاله لابد ان احنا نصلحها، مين اللي يصلحها؟ انتوا. بس لازم تاخدوا اراء الخبراء في كره القدم. يعني ايه؟ يعني النهارده بص على المجلس اللي موجود، اما نيجي نتكلم في الكوره، كوره بقى نتكلم كوره، لازم يبقى ايه مثلا حماده المصري، حماده المصري لعب كوره، الباقي لم يمارس. مش بقول ده عيب على فكره، ممكن يعني هافيلانج اما مسك رئيس الاتحاد الدولي كان بتاع سباحه، وبلاتر لعب شويه يعني لعب كده في البيت جنب البيت يعني. بالظبط كده. بس عايز اقول ان لازم يبقى في هارموني، لازم نلم، لازم تلموا بعض. ولازم اللي بالكلام الكتير اللي بيتقال في الجرايد ده يبقى في متحدث رسمي واحد. بس دي يا كابتن سمه اتحاد الكوره، يعني في وجود حضرتك كنت حضرتك المتحدث الرسمي وبتتكلم، كابتن مجدي عبد الغني كان بيطلع عبر الشاشات كلها بيقطع اتحاد الكوره، كابتن ايمن يونس كان بيرد، يعني كان كابتن شوبير كان ليه مواقف واضحه. النتيجه النتيجه كل واحد انا كنت سايب كل واحد يعمل اللي هو عايزه. بس النتيجه ايه؟ النتيجه ايجابيه. انت واخد بالك؟ لو كانوا بيعملوا كده، واحنا بقى مش ماشيين، واحنا بنتهزم، واحنا ما حققناش، كان ساعتها بقى هنقف في نفس الموقف اللي انتوا فيه. النتيجة في النهاية دي يا كابتن نتيجة تخطيط ولا توفيق كده من ربنا؟ يعني كان في تخطيط لوجود بنية تحتية لاتحاد الكورة للكرة المصرية، ولا كان بظروفها زي ما بيقولوا كده؟ دايما كانت ناس تقولي ده كعبه عالي وده حظه عالي. لا ما ينفعش بخت على طول كده يعني. اما تاخد 3 بطولات ورا بعض، 6 و8 و10، دي ما فيهاش بخت. يعني البخت يديك اول مره، ما يديلكش ثاني مره، ما يديلكش ثالث مره. يعني في 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 شغل اتعمل، في في مسانده من كل الناس اللي كانت موجوده للامانه. يعني النظام اللي كان موجود كان بيساندنا، اولاد النظام كانوا بيساندونا، المشير طنطاوي كان بيساندنا، وزراء الشباب والرياضه كانوا بيساندونا، واخد بالك؟ كان كل دي بيساندوا. ونتيجه هذه المسانده انا شايف ان احنا عارف، قلت اولاد النظام كانوا بيساندونا؟ بيسوقوا مع حضرتك ولا بيساندوا بس؟ بيساندوا مجلس اداره اتحاد الكوره، وقال لك اياميها قال لك ده عشان التوريث، عشان يعني ايه. لا والكلام ده لوش اساس خالص. انا كنت بقعد في 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 الفندق اسير في في المعسكرات، وكان الناس دي بتيجي تقعد مع المنتخب في ومعاهم في تمارينهم، والحقيقه كانت قصه حب رهيبه جدا. ال3 بطولات دول ما بين الاتحاد وما بين الجهاز وما بين اللاعبين وما بين النظام،
انت امتى تلاقي الحب اللي موجود بين الاربعه دول يعني؟ عايز اسال حضرتك سؤال تاني. يعني حضرتك ما شاء الله، يعني انا سعيد جدا ان انا شايف كابتن سمير زاهر بتاع زمان قاعد قدامي. يعني حضرتك اما ربنا الحمد لله يعني قوم حضرتك بالسلامه، الفتره اللي حضرتك كنت تعبان فيها كل الناس، كل مصر اللي متخانق مع الكابتن سمير ولا عنده خلاف مع الكابتن سمير كله راح على حضرتك وجري على حضرتك، وكانت العلاقات حميمه جدا. رجعت حضرتك الساحه، اعلنت ان انت عندك نيه تترشح، كله طلع السكاكين. يعني زي ما تكون حضرتك متعود على الهجوم ده. لا انا الاعلام والهجوم ده انا اخد عليه واعرف اوجهه ازاي واعرف. بتحبه يا كابتن؟ لا مش بحبه انا. واحد بيحب الهجوم، انما عارف الممارسه علمتني. يا سيف انا من 94 عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره ما شاء الله، وبعدين وكيل 96 وبعدين رئيس 2005 و2008 ورئيس في 98 يعني والتاسع على العالم، دي لها قيمه برضو يعني، حقي ان انا اتدلع يعني ان اخذ البطولات دي كلها، مش انا ومجالسي يعني المختلفين. انما انا شايف ان الحقيقه اللي حصل ده بالنسبه للطفره اللي حصلت، اسميها طفره يعني، ما حصلتش. ده حسن شحاته يا راجل اتكرم في الاتحاد الدولي والافريقي والاتحاد المصري والدول العربيه، يعني ايه انجاز غير مسبوق يعني. انا بس عايز اقول ايه، لو احنا حطينا في دماغنا ان المرحله اللي جايه محتاجه شغل كتير جدا، هي مش حكايه ان احنا نستمر ونهدي الناس ونقول هنعمل بطوله وهنشترك في 94 و96، لا مش الموضوع مش كده. الموضوع انتوا لازم تقعدوا، انا نصيحه يعني، انكم تقعدوا مع بعض وتتفقوا على جدول اعمال لمسيره كره القدم القادمه، فيها حاجات كتير جدا. طب سؤال مهم، كابتن سمير زاهر هينوي الترشح للانتخابات القادمه؟ والله انا 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 هقول لك بصراحه برضو، ما ينفعش اقول النهارده انا هترشح كلام نهائي. ليه؟ لانك المجلس ده فاضل له سنتين. يعني انا اقول اترشح، اينفع اقول اترشح بعد سنتين؟ هتقول لي في قضيه والقضيه ممكن تخلص في يوم 18، انا مش شايف انها تخلص. واخد بالك؟ انا مش شايف انها تخلص، واتمنى انها ما تخلص. تعرف ليه؟ لان المجلس اللي موجود ده اشتغل في ظروف صعبه جدا. اشتغل في ظروف صعبه جدا وعمل دوري وكاس وسوبر، والظروف اهي ابتدت تتحسن والجماهير هترجع وهتبقى تقدر تأدي أحسن من اللي أدته في السنتين اللي فاتوا. يعني ما ينفعش وانت لسه بتاخد نفسك وسمير زاهر هرشح نفسه. هرشح نفسي، بس لما المدة بتاعتك أو مدة الاتحاد اللي موجود تنتهي. يعني الناس سمعت كده مداخلة مع حضرتك في مرة الكابتن محمود بكر وكان عضو مجلس إدارة موجود، وقال لحضرتك يعني حتى لو حضرتك عايز تترشح لازم الوجوه تبقى جديدة. والمشكلة في انتخابات اتحاد الكورة ان اللي معاه لعبة الجيم او الانتخابات يعني ناس معروفة، فالناس ما بتتغيرش. وجهة نظر حضرتك في الحتة دي ايه؟ هل الوقت محتاج الخبرة؟ محتاج وجوه جديدة؟ محتاج رجال اعمال؟ بص يا سيف، هو في وضع مهم جدا. اولا لازم قبل ما نط على الحتة اللي بتقول عليها دي لازم اقول ان كرة القدم لن تنصلح الا بعمليات الاحتراف. يعني لازم يبقى في رابطه محترفين زي لجنه الانديه دي، ونبتدي نتكلم بقى في احترافيه مش بالكلام اللي احنا بنقوله ده. كنا بنقول ايه السؤال؟ انا كنت بقول لحضرتك شايف حضرتك الوقت اللي جاي ده بتاع وجوه جديده، بتاع رجال اعمال، بتاع لاعيبه كوره، اكيد اكيد عايزين وجوه جديده ونفسنا يبقى في وجوه جديده. بس وجوه جديده دي ما تقدرش تجيب وجه جديد تقول له تعالى بقى امين صندوق اتحاد الكوره. طبعا ما تقدرش تجيب وجه جديد تقول له انت رئيس اتحاد الكوره. انما الخبرات بتاعت الرئيس، النائب، امين الصندوق دي بتاعت ناس عندها خبرات طويله. خبرات طويله، لان ما ينفعش كل الناس تبقى جديده والدنيا مش هتمشي. يعني حضرتك مع ان العمود الفقري من فوق يبقى خبرات والمنظومه تتجدد. لازم. صلحت مع كابتن احمد شوبير؟ صلحت. يعني مش صلحت، هو ما كانش فيه خناقه اصلا، هو كانت مشكله بتاعت مراهنات والموضوع اتحقق فيه، وموضوع عند المهندس خالد عبد العزيز. وشوبير شوبير انا بالنسبه لي قريب مني جدا يعني. كنا بنختلف كتير وبنتصالح كتير، بس الفتره دي متصالحين. بس وقف معاك كتير يا كابتن سمير، وقف معاك كتير. يعني الكابتن احمد شوبير ليه مواقف وحضرتك ليك مواقف معاه، بس ليه يعني مواقفه كتيره كويسه مع بعض ولا اختلافات كتيره ايضا؟ ما هي كده، هي المفروض كره القدم المفروض يعني كره القدم كده. لا انا كنت رئيس وهو كان
ما يعني انا طلبت منه انه يجي. انت المفروض تبقوا بتوع بعض. لا انا طلبت منه انه يجي فتره انه يجي يمسك المنتخب مع زيزو المنتخب الاولمبي. والحقيقه وكانت بدايه انطلاق شوبير واشتغل معايا نائب في 2005 اللي هم بطوله 6 و8 يعني عشره طويله يعني. هو 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 شوبير ما ينفعش يختلف معايا كتير يعني ممكن بنختلف بس بنقرب لبعض العشره كتيره يعني. الفتره معروف محدوده يعني. لازم يبقى الخلافات فتره محدوده. لا بتخلص يعني انا قصدي في حاجات ما تخلص. انما انا الخلاف اللي بيني وبين شوبير اما بنقابل بعض يعني احنا قابلنا بعض في كتاب كاتب كتاب كده بتاع ابن علاء عبد العزيز اكننا سمنا وعسل قالوا الناس كلها مش كده قالوا حضرتك طيب وكابتن شوبير طيب ربنا يهدي القصه. كابتن هاني ابو ريده هو يعني رفيق يعني رفيق حضرتك في مشوار كبير او زميلك في مشوار كبير جدا عشتوه مع بعض وفجاه دبت اختلافات تصريحات ناريه لحضرتك لحضرتي بس لحضرتك بس ومع حضرته ما كانش في واحد قاعد معاه اسمه في كذا هو ما صرحش وحضرتك قلت ان حد قال لك ده انا سمعت شريط لا بس هو ما صرحش يعني كفضائيات أيوة لم يصرح باسم الكابتن سمير في اي منطقه واحد قاعد معاه في الفندق ليل ونهار هو اللي بيقول العلاقه كابتن بينكم اكبر من واحد انا العلاقه اللي بيني وبين هاني ابو ريده كبيره جدا ولا يمكن هنخرج عن بعض بس عايز اقول الحقيقه هاني ابو ريده عضو اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي تمام والاتحاد الافريقي والاتحاد العربي مين اللي وداه هناك اتحاد الكوره مظبوط بالترشيحات بتاعه اتحاد الكوره مظبوط ماذا قدم هاني ابو ريده للاتحاد المصري لكره القدم مفيش حاجه تمام ما تيجي تقارن براوراو عمل ايه مع منتخب مع منتخب الجزائري واتحاد الجزائري عمل شغل كتير جدا هل اما خلص دي اتفضل واخد بالك فهاني ابو ريده لابد مره حط ايده في اتحاد الكوره ما جابش شوقي غريب اما جالكوا في الاتحاد وكلكم قلتوا على شوقي وشوقي الظلم هنقول عليها بعدين يعني انما عايز اقول بس اتحاد الكوره ما قالش عشان هاني ابو ريده امال عشان ايه عشان مجموعه كبيره جدا كانت عايزه كابتن شوقي غريب يعني 100% افندم 100% لا مش 100% بس الاغلبيه لا اللي اتقال كله قال لا كابتن انا بقول لحضرتك سيبني حضرتك من اللي اتقال انا بقول لحضرتك على الوضع الفعلي برضه مش دي مشكله شوقي غريب جه في ظروف صعبه واختياره كان غير موفق لانه او انتوا ما ساعدتوهوش للنجاح يعني هو كان ممكن ينجح بس انتوا ما ساعدتوهوش للنجاح ليه يا كابتن ما لان هو لا عمل معسكرات ولا اجبت له مباريات ولا جه شوقي ده في يوم من الايام قال لكم انا عايز برامج احتكاك ولا اللعيبه بتوعه اللي في الدوري المصري من غير جمهور ما فيش اي تاثير على اداء اللاعبين ولا المحترفين اللي هم بره دول بيلعبوا في انديتهم فكل الظروف دي كانت ضد شوقي غريب الحقيقه وما فيش جمهور بيحضر والجمهور اللي بيحضر في مباريات المنتخب يعني ما هوش صابر على المنتخب في لعيبه لعبت في توقيتات في لعيبه لعبت من الزمالك ومن هنا ومن هنا اول مره تلعب دولي لعبت المباريات دي فيعني ما كانش في تجهيز كامل لخوض هذه البطوله الحقيقه يعني ليه روراو افضل من الكابتن هاني روراو مش افضل هو 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 في منافسه دلوقتي بين روراو وهاني انا عارف بس حضرتك بتقول ان الكابتن هاني ما عملش للكره المصريه روراو افضل طبعا انه الاتحاد الجزائري بتاعه واقف مع الاتحاد ليل ونهار هو رئيس الاتحاد ما ايوه ما هو هاني ما هو عضو في الاتحاد تمام مش هاني كل الحاجات دي البطوله الحته اللي فيها دي مش هو عضو في اتحاد الكوره مظبوط ما بيحضرش في اتحاد الكوره يدعم اتحاد الكوره مش هاني 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 لو حط ايده مع اتحاد الكوره اتحاد الكوره ينجح كان ليه دور مع حضرتك كان ليه دور معايا انا طبعا هو كان طول عمره معايا يعني هو احنا بدانا مع بعض ايام حرب الله يمسيه بالخير عظيم حرب ده اللي هو يعني من احسن الناس اللي جم على اتحاد الكوره وكنا مع بعض انا وعصام عبد المنعم وهو والله يرحمه احمد شاكر ومجموعه كبيره كنا موجودين الحقيقه والسياج الله يرحمه وبعدين انتقلنا بعد كده وهو معايا انا وكيل وهو معايا انا رئيس وهو معايا يعني كان معايا مشوار نجاحي ده كله عمرك يا كابتن لا مشوار النجاح كله هاني شوف دي استاذ متولي ده الله يرحمه ياه الله يرحمه الله يرحمه مفيش ارجل من كده في الدنيا فحضرنا كابتن هاني وكابتن ايمن يونس محمد مصلحي حضرنا بطولات يعني كل بطولاتنا اخدينها مع بعض ده ما يشفعش ان ان انتوا تقعدوا مع بعض بقى التاريخ الطويل ده هنقعد اكيد هنقعد اكيد وفي قاعده قريب ان شاء الله اكيد هاني جالي مستشفى وانا عيان في لندن
يعني ما فيش رساله اكتر من ما هو يعني. كابتن كل اللي جولك تقريبا بعد ما اعلنت ان انت هتترشح بقى في خلافات دلوقتي. زعلانين قوي. زعلانين مني. ناس كتيره جت يعني. بص يا كابتن الصور دي يا سلام، احلى ايام دي. نرجع كابتن لسؤال مهم وهو الكابتن حسن شحاته. كابتن سمير زاهر اعلن تأييده او نصيحته لاتحاد الكره بتعيين الكابتن حسن شحاته مديرا فنيا لمنتخب مصر. الناس او الاعلام تصور هنا برضو نقطه او فتح قضيه مهمه جدا. كابتن حسن شحاته هو افضل من تولى منتخب مصر واكثر من حصل على بطولات في تاريخ منتخب مصر، ولكن في عهد حضرتك برضو اخفق في الوصول لكاس الامم والكاس العالم، وحضرتك برضو يعني وجهت له الشكر. انا عايز اسالك سؤال، هو انت ما تجيب مدير فني زي حسن شحاته بتطالبه انه يلعب 4 بطولات افريقيه ياخد الاربعه؟ لا. طب اخد 3. تمام. طب مش كده يعني ده نجاح بكل المقاييس. طب حضرتك مشتوا ليه؟ ها؟ يعني حضرتك استغنيته على الكابتن حسن ليه؟ حسن شحاته كان في ماتش بتاع التصفيات ده كان في اتحاد الاتحاد العسكري، كان مباراه وملعب القوات الكليه البحريه، وبعدين راح الحقيقه كان في ماتش واتغلبنا يوميها وحصل سخط والجماهير زعلت وبتاع، واجتمعنا كمجلس، وعلى فكره مش قراري انا بقى ده كمجلس، هو المجلس انا ما ينفعش اقول قرار من غير المجلس ما يكون موافق ان احنا نستدعي مدير فني اجنبي، وقد تم التعاقد معه. بس انا برضه ما عرفتش يعني حضرتك مشتوا لي عشان الجمهور كان زعلان. لا عشان يعني قال لك يعني ايه، ما معناه ان هو يعني السخط بتاع الجماهير ده واتعمل حاجات كتيره جدا في الملعب. طلبوا ان احنا مش الجماهير يعني، انا قعدنا مع الناس وبعدين رحنا عملنا اجتماع مجلس اداره وكان قرار بالاجماع يعني. ليه حضرتك جبت اجنبي؟ لان انا عملت طلبت من حوالي 39 دوله السي فيز بتاعتهم. كويس. وبعدين جالي في 4 في الاخر صفوا على 4 وهم طلبتهم يجوا مصر هنا وقعدت معاهم. ولقيت ان 4 كويسين. بس في واحد منهم عنده خبره الوصول لكاس العالم. يعني وصل لكاس العالم قبل كده. وعنده طموحات ان يصل لكاس العالم تاني، لان دي الحته اللي عندنا قصور فيها على طول من سنه 90 لحد دلوقتي. وقد كان كما. طب ليه مش مصري؟ يعني انت وجهه نظر حضرتك ان المصري يجيد التعامل مع اللعيب. اسرع من بيشغل المكنه زي ما بيقولوا. فحضرتك عشان كده كنت دايما وجهه نظرك في المصري، ولكن حضرتك لما جيت تتعاقد تعاقدت مع اجنبي وصل كاس العالم. احنا استنفذنا كل حاجه مع المصري. احنا استنفذنا وفشل في تأهل كاس العالم. لا، الوصول لكاس العالم ده ما وصلناهوش خالص. تمام. من سنه 90 فقلنا عايزين نشوف يعني. هو الحاجه الوحيده لينا احنا كلنا في مجالس اداراتنا كلها ان توصلوا لكاس العالم. تمام. يعني احنا ما حصلش معانا ابدا هذا. طب وجهه نظر حضرتك ليه بقى النهارده الوضع مختلف؟ ما هو الوضع هو هو، حضرتك محتاج توصل لكاس العالم وايضا كاس الامم. كويس. والنهارده انت لما تجيب واحد وصل لكاس عالم اجنبي هيبقى افضل على وجهه نظر حضرتك. انا عارف انكم متفقين عايزين اجنبي، بس انا بختلف معاكم. لا لا لا، هم طلع الكلام ده في الاعلام اطلاقا، قال ان هو اجنبي. انا هو حضرتك القرار بكره على فكره. اما هتقولوا اجنبي يبقى افتكر بس، يبقى هتقولوا اجنبي بس. انا عايز اقول لك حاجه. انا برضو مصمم على حسن شحاته. ما هو ما كانتش دي برضو. انا مش مختلف. زي ايه؟ زي اللي راح حرب. حرب وانتصر فيها. تمام. وبعدين ايه بعديها؟ ايه اخد هدنه. بس يا كابتن هي المشكله اللي انا عايز اشرح لحضرتك ان دي ما كانتش وجهه نظر حضرتك في التفنيشه الاخيره. يعني في تفنيش حضرتك الاخيره حضرتك قلت ايه؟ انا ما فيش واحد مصري نجح الوصول لكاس العالم، لازم اجيب واحد اجنبي وصل. صح. النهارده ليه دي بتتغير؟ يعني النهارده ليه حضرتك بتقول انا استعين كابتن حسن شحاته اعظم مدير فني في مصر، وكابتن طارق العشري، كابتن حسام حسن، سامي كلهم كبيره، كابتن طارق، يعني في اسامي رنانه كتير. بس حضرتك النهارده ليه وجهه نظر بتختلف؟ يعني حضرتك النهارده لو رئيس اتحاد اكيد هتعمل زي ما حضرتك عملت، هتروح تتعاقب مع واحد اجنبي جامد وصل كاس العالم. لا خلاص، ما التجربه انا شفتها. لا 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 لا، كنتش هعمل كده خالص. كنت هاجي برضه. ولا انا لو كنت رئيس اتحاد كوره في هذه الظروف كنت هجيب حسن شحاته برضه. لان اقتناعي بحسن شحاته. يعني حضرتك تجربه الاجنبي كانت خطا معاك؟ ما نجحتش اكيد. ما نجحتش، والدليل ان هو راح اتغلب من غانا بعديها معاك، ولا بعديها بكام شهر. ما وصلش للحته اللي احنا عايزينها. انا شخصيا بقول اهو، انا شخصيا بقول انا مع حسن شحاته ان يكون هو البديل في هذه الفتره.
وشايف ان المستقبل شكله لحسن شحاته مش عيب ان انا اشوف. طب ليه المستقبل ما يكونش لكابتن حسن شحاته اسم كبير وتاريخ كبير، ولكن في ناس طلع يعني في وجوه، في كابتن عاش، في كابتن حسام حسن، يعني في اسامي اكيد في ناس طبعا، هو كل اللي انت بتقولهم دي ناس محترمه جدا وكويسه جدا الله هو، بس انت ما تيجي تختار هتختار واحد مش هتختار اربعه، يعني هتقول طارق العشري ممتاز، حسام بدري اكثر من ممتاز، حسام حسن ممتاز، وفي غيرهم وفي غيرهم موجودين. هو انت، انا كنت احب السؤال يبقى العكس، ان عندك سبع انديه عندهم مدربين اجانب ولم ينجح احد كان ممكن نقول ايه ان الراجل المدير الفني ما يبقى فيه هذا الكم من الناس المدربين الاجانب، يبقى على الاقل يبقى كان في زمان كنا بنعمل اجتماع لرؤساء المدربين بتوع الانديه دول كلهم في اتحاد الكوره مع المدير الفني، وعشان يلعبوا بسياسه واحده وبطريقه واحده كان في اللي هو اللمه، بس دلوقتي ما عادش الكلام ده. يعني راي حضرتك ان برادلي عشان مباراه واحده خسرها ففشل؟ يعني جاب العلامه الكامله في البطوله كلها، بطولات افريقيه كلها، كسب المشيات كلها البطوله الافريقيه. راي حضرتك انه كده فشل؟ هو طبعا اكيد هو السخط اللي حصل مش فشل، الهزيمه الكبيره اللي هو نالها ده اصل هو ما تيجي تلاقي مدير فني وشايف انه وصل كسب كل الفرق اللي في التصفيات ويجي في مباراه مصيريه زي دي واخد بالك ويتغلب 9-6، انا شايف ان طبعا هزه كبيره جدا لاي واحد مش لبرادلي بس، لاي واحد. ليه يا كابتن سمير الكره المصريه رغم كل النجاحات دي عمرنا ما كان عندنا بنيه تحتيه؟ يعني دايما من سنين كتيره جدا قاعده الناشئين عندنا دايما ضعيفه، الافرازات عندنا ضعيفه، حتى الاهلي والزمالك اللي هم كانوا معامل تفريغ بيطلع للفريق الاول، القصه دي ما بقتش موجوده، ليه؟ الاحتراف. اقول لك الاحتراف ليه؟ لان النهارده انا سامع ان مرتضى شاري 18 لعيب 18 لعيب 19 19 لعيب، الاهلي بيشتري مش عارف 12 لعيب، ده مشتري ايه؟ الاحتراف ده خلى الناشئين اللي طالعين مش عارفين، مش منفذ عارفين يطلعوا للفريق الاول. ما هو ده احتراف برضه يا كابتن. لا يعني لا لا. حضرتك النهارده عندك مؤمن زكريا ب 7 مليون، عند حضرتك رمضان صبحي، عند حضرتك كريم بومبو. لا انت سؤالك غير كده، انت سؤالك بتقول لي ليه الناشئين دول ليه ما بياخدوش الفرص؟ ليه ما بيطلعوش؟ هياخدوا الفرص ازاي في ظل ان هي البتاعه مقفوله، الطلعه اللي هو لازم يطلعها عشان يلعب في الفريق الاول دي ما هي لعيبه محترفين 18 واحد و19 واحد وبتغير في يناير، قصه طويله جدا. انما عايز اقول رغم هذا نجح واحد زي فتحي مبروك في النادي الاهلي، نجح طبعا. نجح وعمل فريق، وهو معظم الناس الموجوده دي هي بتوع فتحي مبروك يعني نظرا لايه برضو يعني شوف لي اي نادي في مصر دلوقتي عنده مين من ناشئينه قليل قليل قوي قوي قوي، كله بيشتري، كله بقت كله فلوس، رجال اعمال بتدفع ومسانده من هنا وهاخد من هنا فالعمليه محتاجه اعاده انضباط الحقيقه. ال 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 البث يا كابتن، البث الدوري المصري النهارده يتجاوز ال 200 مليون جنيه، وحضرتك قلت لو انا موجود برضو مش هعمل كده ومعترض على الطريقه اللي اتباع بيها الدوري. انا عامل مذكره هقدمها لوزير الشباب في موضوع البث ده، لان البث ده في كان المفروض اتحاد الكوره ما يعملش حكايه البث الفردي دي نمره واحد. نمره اتنين، ازاي انا بتعامل مع سبع انديه مع الشركه وال 13 نادي مع شركه تانية او مع التلفزيون مع واخد بالك، فما تنفعش يعني الكلام اللي احنا بنقوله في هذا المجال عمر الدنيا ما تبقى كده. وبعدين عايز اقول لك مين هي الشركه؟ الشركه اللي موجوده دي راجل كان بتاع اوت دورز في اعلانات الشوارع، وواحد كان مدير التسويق في اتحاد الكوره، والتاني كان مش عارف ايه يعني. وخلي بالك الكلام اللي هقوله ده مهم جدا رغم المذكره اللي انا عاملها ومش هسيبها، ان الراجل اللي موجود ده واخد بالك اللي هو بتاع الشركه دي بيقول انا مسوق، بيقول لنا انه مصور. بس يا كابتن هو لا ما خلص دي مهمه جدا. طب اتفضل يا كابتن. انتوا بتوع البرزنتيشن. طيب لا يا كابتن بس هو ايه اللي يعيبه في كده؟ يعيبه ايه يعني ايه؟ طب ليه ما حدش دخل معاه الاهرام عط بخطب ضمان وطلبوا انه ياخد؟ ما عندهمش حضرتك الملاءه الماليه دي، ما طلبش انه ياخد. هو ده عنده ملاءه ماليه؟ معلش حضرتك، ما هو النهارده
هو النهارده ممكن النهارده هو الراجل كان بتاع اعلانات او كان بتاع اي حاجه ما ينفعش هو النهارده يحصل لا لا ما ينفعش ما ينفعش انا هقول لحضرتك بس لا 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 ما ينفعش خالص لسبب يا سيف يا سيف ما ينفعش ان هو الراجل ده واخد بالك ده طلع واحد منهم في التلفزيون قال يا جماعه احنا شركه تسويق احنا مالناش دعوه احنا بناخد الشغل ده كله كويس. ونروح نديه للشيخ ابراهيم وهو بقى عنده شركته اللي هي ما هو عمرو عفيفي كان بتاع تسويق يا كابتن ودخل اتحاد الكوره واخد اتحاد الكوره بمبلغ كبير جدا مين ده عمرو عفيفي دخل يعني ايه دخل يعني دخل انا كنت رئيس لجنه البث مش عمرو أيوة. عمرو ده كان موظف بياخد مرتب عمرو عفيفي يا كابتن مش عمرو سوري عمرو يعني هو برضو بدايته كده النهارده الشركه دي بغض النظر احنا ملناش تعاملات معاها بس هو في النهايه يبقى الكوش تعاملات معاها احنا يعني احنا هنا في الحياه ملناش تعاملات لا احنا هناك لا انا بتكلم احنا هنا يبقى انا هنا ملناش تعاملات يعني بس هو رفع سعر الدوري من 70 80 مليون ل 200 وحاجه مليون جنيه في قد ايه في تقريبا 3 ثواني طب 3 سنين طب ما انا جالي عرض من اي ار تي الشيخ صالح كامل ب 500 مليون جنيه 3 سنين وجالي عرض بعديها بسنه واسال محمود طاهر طب ما بعتش ليه 500 مليون و200 مليون جنيه اربع سنين طب حضرتك وزير الشباب حضرتك رفض ما بعتوش ليه وزير الشباب رفض وزير الاعلام رفض في هذا التوقيت ما هو كابتن ما هو حضرتك هم رفضوا في هذا التوقيت ولكن هم كان فكرهم تحت رجليهم الدوري حضرتك النهارده الدوري السعودي بيجيب اضعاف الدوري المصري ريال. حضرتك النهارده لما رفضت حضرتك اخر سنه بعته بكام انا لا اتذكر بعته بكام بس 86 مليون جنيه ايوه بس دي من كام سنه ما هو اربع سنين من اربع خمس سنين كويس النهارده يعني لا يعني لما جه لحضرتك 500 مليون جنيه في الدوري المصري حضرتك ترفض ليه ده السؤال مش انا اللي ارفض انا الاتحاد موافق بس لازم كان ايامها اخد موافقه من وزير الاعلام ووزير الشباب يعني معنى كده ان حضرتك كنت موافق على العرض ده طبعا طب ليه حضرتك رافض دلوقتي الطفره اللي هي فيها الدوري المصري ايوه رافض الطفره دي لان في ريبه يعني الريبة دي اتقال كتير قوي على الناس اللي موجودة فيها في من تحت الترابيزة في قطر في هنا بوريدة في الشبهة محمد مش محمد بن همام في كلام كتير بس الناس دي كلها هي المذكرة اللي انا عاملها الناس دي كلها مش موجودة انت ما تعرفش بس انا الوحيد اللي عارف هو ايه انا الوحيد اللي عارف يا كابتن لا 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 ده هو ده شغلنا يعني لا لا ما ينفعش عايز اقول لك حاجة انا يعني اللي حضرتك موجود لحد حضرتك دلوقتي حضرتك ما قلتش اسمه بس انا ما اقدرش اقول اسمه ماشي يعني في حد وله علاقه بالمجموعه اللي انا بقولها دي اكيد من غير ما اعرف فانا مش بقول بقديم انا بقول خلينا نقول احنا مع الناس انها تكسب ومع الناس انها تشتغل بس كله ما يبقاش حاجه تحت يبقى كله واضح واضح وانا المذكره اللي عاملها الوزير الشباب وعاملها الوزير الرياضه هتشوف نتائجها ايه انا متاكد هتبقى نتائجها ايجابيه يعني حضرتك لو موجود الموضوع ده مهتم بيه قوي كده ما هو ده موضوع الساعه كابتن ما خلاص بقولنا ان احنا الناس دي هو لازم يا كابتن الحاجه اللي تسخن معانا نفضل ندوس عليها كده انا بقول لك دي شغلتنا هذه الشركه انا بقول لك ان لا يمكن باي حال من الاحوال ان انا راجل عندي خبره وبعتبر نفسي خبير في كره القدم وفي البث طب حضرتك القضاء. الحل ان احنا نجيب وزير الشباب يجيب الناس دي يقول لهم يعرض يجيب شركة تانية تدي سعر تاني وتفر النهاردة مفيش تعاقد مع اتحاد الكرة لحد دلوقتي انتوا معاكوا تعاقد؟ لا ما معاكش تعاقد بايه؟ تعاقد مع الشركة اللي هو بتقول عليه الرقم حضرتك ما تعاقدتش معايا انا ليا اتحاد الكورة بتاع 15% خدتهم؟ بس كده ما خدتهمش حضرتك ليه عند الاندية برضه اتحاد الكورة هو اللي تعاقد انتوا ما خدتوش ولا مليم لحد دلوقتي انا على فكرة انا سائل قبل ما اجي كل الناس السلام عليك ما خدوش سلام صح لحد دلوقتي صح طيب طب رأي حضرتك ان الدوري المصري يجيب كام؟ انت عارف الدوري الانجليزي بيجيب كام؟ هقول لك انا رقم 34 مليار جنيه استرليني ما شاء الله شفت الرقم ولا ما شفتوش؟ طيب رأي حضرتك الدوري المصري بفكره حضرتك السنه دي 2014 يجيب كام؟ بعد عودة الجماهير؟ بعد عودة الجماهير يجيب قد كده اربع مرات على القنوات ولا يجيبه ازاي؟ الطريقه ازاي؟ الروشته بقى الطريقه ان انا بعمل مزايده ايوه وكل الناس تتقدم ويجي برزنتيشن ويجي حسن مغنواتي ويجي ده وده 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 ونعمل مزايده زي موضوع المدير الفني نعمل برضه مزايده نعمل حاجه في الجرايد نقول المطلوب مدير فني كذا وكل واحد يتقدم يعني اعتراض حضرتك ان في 7 و13 ولكن لو اتعملت مزايده واخدتها شركه واحده او قناه واحده حضرتك مش معترض لا
لا لا لا لا لا انا مش هوصل ان انا بقول انا معترض عليهم في كل التصرفات اللي حصلت. التصرف لا انا عايز روشتة كابتن يعني. روشتة ان انا لازم لازم اعيد اعيد عمل هذه المزايدة او المناقصة. هي اللي كانت مزايدة وكانت مناقصة. هو مزايدة. جاب الراجل جاب مراته وخلاها تدخل. لا لا كابتن معاه. لا هي مزايدة من الاندية. هي كابتن هو الانديه دي كلها مشيت بخطوات قانونيه وعملت مزايده. الانديه ذنبها ايه؟ ما هي كابتن الانديه اللي باعت. انت اللي بتوجه. انت رئيس اتحاد الكوره. انت اتحاد الكوره. انا كنت رئيس لجنه البث وكان قاعد يميني حسن حمدي وشمالي ممدوح عباس واللجان وكل الناس اللي قاعده بتوع البث الفضائي كله قاعد واخد بالك وبنتكلم نتكلم نتكلم. لا خمسه لا نتفق نتفق اتفاق ونطلع من القعده بمحضر واخد بالك وتعاقد مفاوضين ان انا اتعاقد معاهم. يعني انا بقول كده ليه؟ لان ليه النهارده يعني ليه النهارده الارقام اللي احنا الهزيله اللي احنا بنسمعها دي ليه؟ النهارده حقك اتحاد كره تاخد اكتر وحق النادي ياخد اكتر وحق النادي يعني حضرتك شايف الدوري تجيب اكتر من 200 وحاجه مليون. طبعا كام يا كابتن؟ على الثلاث سنين. لا انا بتكلم على السنه كابتن. انت بتقول ايه؟ على السنه كابتن بكام؟ على السنه. انت حضرتك السنه الدوري المصري النهارده داخل في حوالي 200 مليون جنيه. فين هو بقى؟ قول لي الارقام دي. ال 200 مليون دي فين؟ ما هو يا كابتن السبع انديه باعين للتلفزيون المصري ب 80 مليون بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزنتيشن داخل في 100 حاجه و20 مليون دول لوحدهم 200. لا يجيب اكتر طبعا. يعني رايح ايش دراك ان ايش دراك ان الكلام ده مش رايح ويوجه في حته ثانيه. هل انت وانت قلت له لما يجي يتعاقد مع ام بي سي ولا هو سايب له البراح يعمل اللي هو عايزه؟ لا البراح ما عدا قنوات معينه ما يتعاقدش معاها. مين ده؟ العقد بيقول كده؟ لا حضرتك بقول لك يقدر يقدر النهارده يقدر ياخد من ام بي سي يبيع اللي مش عارف ايه، يبيع لتركيا، يبيع لقطر، يبيع اللي هو عايزه. يبيع لاي قناه ما عندهاش مشكله او ما بتضرش بسياسه مصر والا الجزيره، بين قوسين كده حضرتك في العقد الا الجزيره. فاي عقد هو عمله. يعني ايه الا الجزيره؟ يعني ما يقدرش يبيع للجزيره. طيب ما هو يعني هو الجزيره بس، ما هو ممكن الناس تشتري شركه بلد تانية تشتري وبعدين تبقى تدي الجزيره. يعني التلاعب في هذا الموضوع موجود وفي ريبه. وهتشوف المذكره، انا هبعت لاتحاد الكره صوره من هذه المذكره وهتقراها. شايف حضرتك ان 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 رجوع الجمهور ده هيأثر كتير قوي في الكوره؟ والله انا قبل ما اقول الجمهور بيأثر ولا لا، انا شايف ان في حاجات محتاجه تتظبط. المدير الفني ازاي؟ المدير الفني بتاع اتحاد الكوره، اللجنه الفنيه ازاي؟ يعني احنا انا ما كنت موجود، كان في محضر اسمه محضر اجتماع اللجنه الفنيه بيتعرض على كل مجلس. تمام. مدير الفني النهارده عندك محمود سعد، عندك فتحي نصير، عندك ناس كتيره كويسه جدا، ما تسيبهم يتقدموا وخد الاحسن، واللجنه الفنيه هي اللي تختار. تمام. اللجنه الفنيه تختار وتيجي ايه؟ تيجي لك بالكلام ده قدامك. فانا شايف ان الحقيقه فاكر حضرتك الصوره دي؟ دي لجنه بس كابتن حسن حمدي. ده كان كمان هقول لك حاجه معانا في اللجنه مين؟ المهندس ابراهيم محلي استاذ عفه السادات. ده راجل شخصيه جميله، شخصيه محترمه الحقيقه ومجتهده جدا حقيقه. يعني ايه تاني؟ لا انا عايز رجوع الجمهور. رجوع جمهور عودة الجمهور. مصر كلها كانت بتتكلم ان رجوع الجمهور ده عصب كره القدم وانهيار الكره المصريه. أكيد. بجزء كبير طبعا غير الجزء التخطيطي هو قله عوده الجمهور. انا كان ليا رؤيه من خمس شهور وقلتها في كل حته. هي اللي حصلت دلوقتي وعندكم؟ لا مش حصلت، لا هي حصلت بطريقه ثانيه. يعني انا في الدوري 20 نادي. خلاص الاهلي هيلعب الزمالك. خلاص اول ماتش. الاهلي جمهوره يدخل بس هو لوحده. ما هو ده اللي حصل يا كابتن. لا ده هو بيقول لك ان الجماهير ضد بعض. لا يا كابتن، اما يكون الشعبيه الجماهيريه يعني الاهلي والزمالك لا من غير جمهور. ما تقرا الكلام اهو. لا يا كابتن، هم القرار اللي اخذوه امبارح ان اي فرقتين هيلعبوا صاحب الارض هيخش له، لو في القاهره 10,000، لو في المحافظات 5,000. كويس. وبكمل بقى القرار ايه؟ كمل القرار ان ده هو كما اسمه عامر حسين اللي قال، مش انا. قال لك انما بالنسبه للانديه يعني الاهلي بيلعب الزمالك ما فيش جمهور، الزمالك بيلعب الاسماعيلي الفرق الجماهيريه من غير جمهور. ده الكلام ده مش انا، ده هم اللي قايلينه. الاهلي والزمالك انا بقول لحضرتك من الكواليس ان بنسبه كبيره جدا هيكون في عدد كويس من يا ريت يبقى فيه باللي انا بقول لك عليه. يبقى فيه. ده انا عايز يبقى فيه. عايز يبقى فيه جمهور الاهلي بس 10,000 يدخل جمهور الاهلي بس. وخلاص يبقى مين مسؤول عنهم؟ النادي. النادي بتاعهم خلاص. والماتش اللي بعد كده الريفنج جمهور الزمالك
ونادي الزمالك مسؤول عنهم. معايا ولا مش معايا؟ مع حضرتك. بس ف وبعدين اقول لك حاجه، لو حصل مشكله اصل ممكن يحصل مشكله برضو، الفرقه جاي فيها جون وشتموه الحكم وبتاع، يبقى ايه؟ يبقى ساعتها نلغي بقى، يبقى الجماهير بقى تتلغي من حضور مباريات الفرقه اللي عملت المشكله. كلام محترم. هسال حضرتك سؤال برضو مهم تاني جدا، لان وقتي ابتدى يجري وعندي ملفات كتير. كابتن سمير زاهر كان دائما وابدا يجيد التعامل مع كره القدم بالسياسه، يعني دايما حضرتك كنت موصل لاتحاد الكوره ده ان لازم اتحاد الكوره ده يبقى على علاقه بالوزير وعلاقه برئيس الجمهوريه وعلاقه برئيس الوزراء، ودي الحاجه الوحيده اللي بتسعد المصريين. هل اتحاد الكوره فشل في الـ في الـ في الـ في الـ في المنظومه دي دلوقتي؟ هل اتحاد الكوره مستقل بعيد عن الوزير بعيد عن الدوله؟ اكيد. وانا قلت على فكره مهندس خالد عبد العزيز جمال علام، قلت له الراجل محترم جدا جدا جدا، قلت له بص يا جمال، انت لازم يبقى عندك علاقه قويه مع وزير الداخليه، مع مدير امن، مع مدير، اقول لك حاجه، مدير الامن في المحافظات، مع يعني مش بس كده، ويبقى عنده علاقه مع وزير الشباب قويه. هي دي مش موجوده دلوقتي يا كابتن؟ لا مش موجوده، مش موجوده. يعني الظروف اللي انتوا، الضغوط اللي انتوا فيها ما وصلتكوش انها تبقى علاقه كويسه. الراجل خالد عبد العزيز كتر خيره بيدعم ومساند وواقف وراكو وعامل شغل الاخوة البتاع ده للجماهير، يعني عايز ايه اكتر من كده؟ وبعدين عنده الحس الكروي، انت عارف من 2006 لو حضرتك موجود كنت تقرب له اكتر من كده؟ اكيد كنت تقرب له، واتقرب لمحمد ابراهيم وزير الداخليه اللي هو محمد، اقرب اكتر من كده كتير جدا. انا يا راجل انا كنت على اتصال بالتليفون بالناس كل النجوم دي طبعا. ليه بقى؟ لان احنا حققنا انجازات، حققنا انجازات كبيره، فكلها الناس اتلمت حوالينا. لا خلاف، لا خلاف، اللي كان عايز يلمع كان لازم يقرب من الكابتن سمير زاهر. دلوقتي لجان التفتيش اللي موجوده، امبارح تصريح مهم جدا للكابتن هاني ابو ريده في جريده الوفد، وقال على ملف المراهنات هيفات ودي تصفيه حسابات. يعني هو انا شوبير عمل قال اللي هو عنده، ويمكن هو كرجل اعلامي يحب ان هو يبرز حاجات كانت تظهر للراي العام. وعمل وتحقق، وانا الحقيقه قلت له انا هشوف هحقق في الموضوع ده، واعمل مذكره للمهندس خالد عبد العزيز، وقد كان والمهندس خالد عبد العزيز عمل لجنه واللجنه راحت قالت، وانا متاكد ان هيبقى القرار دون مشاكل خالص، دون مشاكل. القرار الثاني وهو الهدف، برضو هناك لجنه للهدف، مشروع الهدف في تمويل كبير من الاتحاد الدولي 1,400,000 دولار، قالوا ان حضرتك كنت عايز تعمل مشروع استثماري كبير جدا، وحصل اختلاف مع المهندس حسن صقر في مساحه الارض، وقال لحضرتك مش هقدر اديك المساحه دي كلها. الكلام ده مظبوط ولا اشاعات؟ لا لا لا، ده هو العكس. يعني هو انا مشروع الهدف ده اتعمل الحقيقه بمجهود المهندس حسن صقر، المهندس حسن صقر وهنا ابو ريده ومجلس اداره بتاعنا. طب كويس. وتم تمويله على فكره، كان له كان المشروع ده انت معايا ولا مش معايا؟ انا معاك يا فندم، بس هما بيكلموني انا مركز مع حضرتك. اتفضل. المشروع ده كان مسؤول عنه طه اسماعيل بصفته الرجل بتاع الفيفا هنا، كان موظف عندهم يعني في الفيفا. وكان بيتم العمل من خلال طه اسماعيل، مش من خلال اتحاد الكوره خالص. اتحاد الكوره ملوش دخل. اما بالنسبه للمهندس حسن صقر، انا بقول للمهندس حسن صقر احنا بس هو كابتن العقد بتاع انشاء المبنى والمشروع نفسه، هو حضرتك اللي متعاقد عليه. التمويل احنا، التمويل احنا ما بنشوفوش، الفلوس مش عندنا خالص. انما انا بتكلم في جزئيه اهم بقى من ده، ان الناس الفلوس اللي كانت بتيجي لهذا المشروع كانت الارض كبيره جدا، وكان حسن صقر اللي جايبها مع حرب الله يمسيه بالخير. اللي جه حسن صقر قال لك انا عايز حته اعمل فيها اكاديميات، اكاديميات كره، وحتى يمكن هي فاضيه لحد دلوقتي. انما احنا خدنا المساحه بتاعتنا، ويا ريت ان الناس تعرف ان هذا المكان ممكن ان يكون بديلا للفنادق الغاليه الكتيره قوي اللي بيعسكر فيها. لكن حضرتك اللي عامل المشروع، حضرتك اللي ماضي على العقد. انا اللي ماضي على العقد جت وحضرتك في الفتره بتاعتي، ما كانش كان قبل ديه. لا كان موجود اهو، ما هو العقد اهو عادي في ايامي. وحضرتك عامل لجنه من الدكتور فاروق عبد الوهاب والاستاذ ابراهيم الياس والكابتن مدحت شلبي ومحاسب محمد زاهر لاستلام المشروع. مظبوط 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 كده. اللجنه دي هي كانت مفوضه. طيب ايه الخلاف في الموضوع ده يا كابتن؟ خلاف ايه؟ ما فيش حاجه خالص خالص. بقول لك الكلام، يعني هو انا متاكد ان الكلام ده كلام المراهنات
هيبقى بعد ما يتحرى المستشار القانوني بتاع اتحاد الكوره هتلاقي كل الكلام ده ملوش اساس خالص. لا لا، ده المستشار رضا عبد المعطي هو اللي ماسك الملف للوزاره. انا على اتصال بالمستشار رضا عبد المعطي. طيب كلام حضرتك ان الفلوس دي بتيجي من الاتحاد الدولي مباشره على المشروع ولا بتخش لكم اتحاد الكوره وانتم بتصرفوها؟ المفروض ما بتجيش على اتحاد الكوره مباشره، يعني احنا في الاول كنا بناخد فلوس من بتيجي على المهندس حسن صقر واحنا ناخدها. وبعدين في الاخر بقى كان ماسكه اياميها كان مباشر معاه مدحت شلبي وكان فروع ابو وهاب والمحامي عشان نقنن، يعني ما فيش حاجه اتعملت في هذا الموجود اطلاقا من غير المستشار القانوني موجود. احنا يعني ما مسكناش فلوس في اتحاد الكوره. كابتن سمير، ايه عيوب اتحاد الكوره دلوقتي؟ عيوب اتحاد الكوره كتير. زي انكم كلكم كل واحد بيطلع في حته يقول حاجه ومفيش اتفاق على حاجه وده اللي بيوصلك للسلبيات اللي انتوا فيها. ولازم تختاروا واحد يقدر، يعني انا بقول لجمال علام لازم ايده تبقى اقوى على المجلس. ومش اقوى يعني ايه؟ يعني اقوى. ايوه مهمه الجمله دي يا كابتن. لازم رئيس المجلس يكون ديكتاتوري ديمقراطي اطلاقا. اطلاقا. انا لو رئيس المجلس فاهم ومتابع وحاطط ايده على كل الشؤون اللي موجوده في اتحاد الكوره مش هيتنرفز ولا هيبقى يبقى ديمقراطي. ممكن يبقى ديمقراطي، ليه لا؟ بس ايه، لازم يبقى في هارموني بين الناس اللي موجوده. ده مش موجود، الهارموني مش موجود. النهارده مجموعه عايزه مدير فني مصري ومدير فني اجنبي، ده في ايه؟ ده مدير فني اتحاد. ان هم مختلفين على ده لسه مش الكبير. وبعدين مختلفين على مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصر. وبعدين النهارده الهيكله والقصه بتاعت الهيكله اللي احنا بنتكلم عليها كل سنه. وبعدين واحد يطلع يقول ايه؟ نائب الرئيس يطلع يقول لك احنا هنشترك في البطوله الفلانيه. وتسال عضو مجلس اداره تاني يقول لك لا، ما احنا ما اتفقناش. والثالث يقول لك احنا ما ناقشناش الموضوع ده في مجلس الاداره. انا كان نفسك في الموضوع ده قبل كده. يعني مش ممكن. كل واحد بيقول حاجه شكل. عشان كده انا كنت بعمل ايه يا سيف؟ كنت بعمل اجتماع في اتحاد الكوره كل يوم خميس. مؤتمر صحفي للصحافه. وهذا المؤتمر انا اللي بديره. ومعايا عزم مجاهد. واعضاء المجلس اللي يحبوا موجودين، وكل الصحافه تسال اللي هي عايزاه. وانا بجاوب وكل واحد بيخصه حاجه بيجاوب. ونطلع من الجلسه دي خلاص نبتدي الاسبوع الجديد يوم السبت. على نظافه. فانا شايف ان انت عندكم متحدث رسمي وعندكم مدير اعلام. واخد بالك؟ والجوب ديسكريبشن هنا ايه وهنا ايه؟ انا لو الموضوع لازم يبقى تحت ايديكم اكتر من كده. لان انتم ما طلعتوا من البطوله ما فيش اعلامي في مصر ولا جريده في مصر ولا قناه فضائيه في مصر ولا مصريه في مصر الا ما قطعت اتحاد الكوره. كنت قريب من الاعلام يا كابتن سمير. فين؟ انت طول عمرك قريب من الاعلام، يعني طول عمرك علاقتك قويه بالصحفيين. علاقتي قويه، وفي نفس الوقت اما يحصل هزيمه ما بتبقاش قويه ابدا. بس بيحبوا حضرتك، يعني دايما حتى ما بيقسوش قوي، غير لو انت متخانق مع حد خلاص دي بتشتغل المشرحه. لا انا يعني انا بالنسبه للاعلام كانت معاملتي معاهم الحقيقه وديه جدا. يعني انت عارف انا كنت عضو مجلس الشعب وكان في ود، وكنا بنقعد انا كنت بقعد في اتحاد الكوره من الصبح. بمشي الساعة 7 و10 بالليل زي احمد مجاهد. اديته يا كابتن من عمرك كتير الحقيقة. اديته من عمرك كتير. كتير، وربنا كرمني كتير. وربنا كرم حضرتك كتير. ربنا كرمني جدا. انا هقول لك حاجة، والله يا سيف انا ما بمشي في الشارع. الناس ما تتصور ولا طبعًا. انا في نادي ولا بتاع طبعًا. عايزين على يوم من ايامك طبعا، يعني ده برضه له ثمن. هو ده ولا يوم من ايامك فعلا يا كابتن. انا ما رجعت من السفر ما تصورش كمية الناس اللي جات لي. اما قلت ان انا لقيت الناس كمية الناس بقى اللي اتخانقت مع حضرتك واتكلمت عليك اما قلت ان انت هتترشح، لان هو ده وسط كرة القدم. ما فيهوش اتنين بيحبوا بعض. هقول لحضرتك ليه بس بعد الفاصل. تمام. فاصل ونرجع تاني مع الكابتن سمير زاهر. اكبر شهاده للكابتن سمير، الانجازات اللي حققها سمير زاهر مش اتحقق قبل كده ولا اتحقق بعد كده. شهاده من مين؟ من الدكتوره فاطمه. دكتوره فاطمه الاليني، مراتي. شافت الويل. الويل معايا في مجلس الشعب والشورى والكوره عضو. بس حضرتك ناوي تخلص عليهم خالص؟
على مين؟ يعني على الشويه بقى اللي باقيين، يعني خلاص ابتدوا اخذ نفسهم حراك، قمت راجع على طول الخناقه تاني والمعركه تاني. مفيش لا هو 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 الناس الحقيقه اللي ناس تعبت قوي، اسرتي تعبت معايا قوي. يعني دكتوره فاطمه تعبت معايا قوي، منى بنتي وجوزها احمد ابو العينين وحماده ومراته مياده، كل الناس دي تعبت معايا قوي. كلهم تعبوا بس انت ما تعبتش يا كابتن. انا ده انا رحت قعدت في المستشفى سنه. ايوه كابتن بس رجعت تمام اهو، يعني اكنه مرحله استشفاء. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. بس انا عايز اقول ان حتى على فكره هم يعني من ما بيسمعوا كلمه، يعني هم لو شافوا البرنامج ده وسمعوا ان انا هرشح نفسي دي بتبقى فيها مواجهات جامده جدا، هتبقى صدمه. جيل حضرتك قعد معاك كابتن حازم الهواري او كابتن احمد شوبير او كابتن هاني ابو ريده، قالوا لك احنا زين انتخابات، ممكن تقوموا من القعده وكل واحد فيكم قصاد الثاني؟ انا عايز صراحه هو الصراحه الوجهه دلوقتي اللي موجوده اللي لازم تتفق هي هاني ابو ريده وشوبير وحازم وسمير زاهر. تمام. يعني هم دول الهدز اللي موجوده اللي فيها منافسه. يعني انا معلوماتي من كلامي مع شوبير قال ان انا مش هرشح نفسي. معرفش اذا كان الكلام ده مظبوط ولا لا. ده حازم الهواري قال لحضرتك مش هرشح نفسي. قال لي مش هرشح نفسي. هنقول مثلا انه هيرشح نفسه. بلاش يقول ان هو يعني هيرشح نفسه. لو رشح نفسه هيبقى في مواجهه. واخد بالك؟ لو هو رشح نفسه هيبقى في مواجهه بينه وبين الكابتن هاني. بينه وبين ده لو هاني دخل، يعني انا لو ما دخلتش شوبير هيدخل. تمام. هيدخل قدام الكابتن هاني. اصل في تكه بين هاني وحازم الهواري. ما هو ده هيبقى نائب ولا ده هيبقى نائب؟ تاخد بالك مين من الاثنين؟ ما في امين صندوق يا كابتن. يمكن شوبير قال لي انا مش هرشح نفسي الا لو كنت هرشح نفسي الرئيس. بص يا كابتن، كابتن احمد شوبير، كابتن هاني ابو ريده، كابتن حازم الهواري، احمد مجاهد، كل الاسامي اللي انا بقولها دي من المستحيلات تخش انتخابات اتحاد الكوره صب بعض، لازم يخشوا كده مع بعض. على ضمانتي الضعيفه وخبرتي القليله خالص، يقولوا اللي يقولوه ويعترضوا. بتهيألي المرة دي مش هتبقى كده، يعني هيبقى فيها شوية تغييرات. بس مش مهم يعني نعرف يعني. لكن لا يمكن تختلفوا كابتن حضرتك وكابتن هاني. هاني؟ لا يمكن. يعني نختلف نتفق في كلام بتاع، انما يعني انت عشرة عمر طويلة جدا. ده احنا من 94 مع بعض. 94 كنا أعضاء مع حرب. وبعدين مشينا بعد كده، أنا بقيت وكيل وهو معايا. وبعدين بقيت رئيس وهو معايا. وراح الاتحاد الدولي والافريقي والعربي، يعني تاريخ مع بعض. بتفكر يعني يا كابتن ترجع تاني للعمل السياسي؟ بالجلابيه دي فين يا كابتن؟ دي اكيد في معسكر منتخب مصر. يخرب بيت ام الجلابيه دي، صح؟ على الهوا كده يا كابتن. ده على الهوا الجلابيه ولا انا؟ لا حضرتك الجلابيه مش مشكله. ده مين اللي قاعد طيب؟ كابتن حازم الهواري. الله. الله، دي يمكن اقول لك حاجه، دي يمكن في الفندق. في حاجه منتخب، معسكر منتخب. هي في الله، دي احلى ايام دي. دي هي دي البطولات دي. ده انا كنت قاعد ليل ونهار في هذه الفنادق. قاعد تحت، يعني يطلعوا يناموا وبعدين اطلع، مش هطلع انام فوق. بروح انام في بيتنا وارجع تاني يوم الصبح. فعشان كده هقول لك حاجه، ربنا كرمني قوي. فاضل لي يا كابتن دقيقه. الدعم السياسي اللي كان معاك اخدت من الدوله فلوس؟ اخدت من الدوله فلوس. البداية بس انا بعد ما عملت مشاريعي الاستثمارية والبث الفضائي والرعاية والكلام ده كله، كنا ما بناخدش دعم من الدولة، بنرفع العبء عن كاهل الدولة خالص. يعني في النهاية خالص بترشح مين لمنتخب مصر؟ مدير فني؟ حسن شحاتة. مع مين؟ مع يا ريت يبقى حمادة صدقي. حمادة صدقي يا ريت. مش شايف ان الكابتن حماده صدقي ممكن يكون بقى الرجل الاول، ولا ده شيء كلمه مش بتالي بقى حسن وهو يبقى مدرب منتخب، ما هو منصبه اسمه مدرب منتخب مصر. ليه ما ذكرتش اسم الكابتن شوقي غريب مع كابتن حسن شحاته؟ مين شوقي غريب؟ لازم يستنى شويه. يعني شوقي غريب الفتره اللي فاتت، شوقي غريب انا بموت فيه، بحترمه جد يعني، لانه معايا من سنه كام. انما شوقي غريب الفتره اللي فاتت كان فيها مواجهات كتيره جدا. كابتن شوقي غريب اتظلم مع منتخب مصر. وانا قلت دي كده، دي الحقيقه. اكيد الظروف ظلمته، مش اتحاد الكوره اللي ظلم، الظروف. اتحاد الكوره والظروف، الظروف هي اللي ظلمته. الظروف واتحاد الكوره. كابتن شرفتني ونورتني. الله يخليك يا رب. رسيف. دايما يا كابتن يديك الصحه، ويا رب دايما تنزل انتخابات، ويا رب دايما ترجع ايامك وانتصاراتك، ويا رب دايما نطمن على حضرتك بغض النظر عن خناقات حضرتك بتحبها،
وحضرتك عاشقها فما فيش مشاكل وحضرتك متعود عليها وبتستمتع بيها. وهي بتعشقني جدا وهي بتحب حضرتك كمان كمان جدا، فانتوا الاثنين في النهايه بتوع بعض. ولكن زي ما حضرتك قلت النجاحات والتاريخ دايما هو اللي بيبقى، والاسم الكبير دايما اخر كلمه هقولها لك، لما يبقى في مسابقه مسابقه والمسابقه دي متقدم لها 2 3 4 اللي بيميز واحد عن واحد ايه؟ تاريخه وسابقه اعماله السي في بي. هو ده اللي حاطط سمير زاهر في المقدمة دايما، ربنا هو التاريخ. شكر جدا، شرفنا كابتن منورنا ودايما مشرفنا النهاردة، ربنا يديك الصحة كده والنجاحات إن شاء الله. وحشنا جدا. خلصنا حلقتنا مع الكابتن سمير زاهر، يعني أكثر أو أنجح من ترأس اتحاد الكرة، أكثرهم بطولات إن شاء الله بإذن الله، نتمنى له كل التوفيق. في النهاية بشكر النهاردة اللي كانوا معايا في الحلقة، بشكر محمد الدمرداش رئيس التحرير، ياسر عاصم مخرجنا، محمود حسن، محمد جابر، محمد صلاح، سارة يحيى، ووليد الدشوري، وإبراهيم بدوي، عماد أبو سيف، وأحمد خالد، وفي النهاية دينامو قناة الحياة دائما وأبدا مهيب عبد الهادي. بتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. كانت حلقة خاصة واستثنائية مع الكابتن سمير زاهر، دائما وأبدا سمير زاهر يتربع على عرش الهرم. أشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات ملاعب اليوم. تصبحوا على خير.